السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه السائلة من مكة المكرمة تسأل وتقول: امرأة من مكة، زوجي يتسحر في رمضان فيما يقارب 3 صباحا وينام حتى 5 عصرا ثم يصلي الصلوات، فهل يسمى ذلك كافرا وهل أبقى عنده؟ أرجو الإفادة. ليس هذا بكافر، لكنه عاصم وصومه ناقص جدا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول الله ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأي شيء أعظم من ترك الصلاة؟ وما هذا الرجل إلا شبيه بالمستهزئ بالله عز وجل، كيف يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة وجعلها موقوتة بأوقات معلومة لا يجوز تقديمها عليها ولا يجوز تأخيرها عنها؟ ثم كيف يتقرب إلى الله تعالى بالصيام وهو يتباعد من الله بترك الصلاة؟ هذا قلب للأمور، قلب للحقائق. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع، وأن يجدد عزيمة صادقة على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،